إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد، وحرصا من القيادة على سلامة وصحة المواطنين في الخارج في ظل تفشي جائحة كورونا، قامت سفارة المملكة العربية السعودية والقنصلية العامة لدى سويسرا بتسهيل إجراءات عودة السعوديين العالقين بسويسرا، حيث غادرت مطار جنيف الدولي طائرة الخطوط الجوية السعودية تحمل المواطنون السعوديين الراغبين في العودة إلى بلادهم. فور البدء بتداعيات الجائحة العالمية لفيروس كورونا، صدرت توجيهات المقام السامي باتخاذ الإجراءات والاحترازات اللازمة، فقمنا بالتواصل مع المواطنين فور تعليق الطيران وتنسيق لهم الإقامة المناسبة فيما أماكن آمنة وبعيدة عن كل يعني مناطق يعني انتشار الوباء، والحمد لله نجحت السفارة في بيرن والقنصلية في جنيف بجهود الزملاء باحتواء الموقف، والحمد لله الأمور تسير بعون الله بشكل إيجابي، والمواطنين اليوم إن شاء الله راجعين سالمين في المملكة. حرصت سفارة المملكة العربية السعودية بالعاصمة السويسرية بيرن والقنصلية العامة بمتابعة شؤون وعائلات ومرافقي الرعايا السعوديين العالقين بسويسرا منذ بداية تفشي الفيروس، وتوفير كل ما يضمن سلامتهم حتى عودتهم لأرض الوطن، وذلك يعكس اهتمام القيادة الرشيدة في المملكة بالمواطنين والرعايا في الخارج. أشكر مولاي خادم الحرمين الشريفين ولي عهد الأمير محمد على الجهود الحقيقة اللي هم بذلوها للشعب السعودي ولجميع المواطنين في الداخل وخارج المملكة. احنا كخطوط سعودية الحقيقة يعني في صف واحد مع الاخوان في السفارة السعودية، كذلك في القنصلية، كلنا في خدمة جميع المواطنين والرعاية الموجودين. السفارة والحكومة السعودية ما قصروا في اهتمامهم بالمبادرات لرجوع الطلبة السعوديين في سويسرا إلى السعودية. ما شاء الله يعني في كل خطوة دائما متواصلين معنا، دائما بيطمنوا علينا، دائما يتأكدوا إذا كل شيء تمام. السفارة قدمت لنا الأكل، السكن، بالنسبة للمواصلات في أحد معانا يساعدنا. أوضح السفارة المملكة العربية السعودية لدى الاتحاد السويسري أن أولوية العودة كانت لكبار السن ولأصحاب الظروف الصحية الطارئة والحالات الإنسانية ولذوي الاحتياجات الخاصة، وبحكم العلاقات الثنائية المتينة بين المملكة وسويسرا، فقد وجد السعوديون المقيمون في الأراضي السويسرية معاملة متميزة من قبل السلطات السويسرية. بتوجيه سامي من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، تم إعادة السعوديين العالقين بدولة الاتحاد السويسري. طه يوسف حسن، قناة الإخبارية، من مطار جنيف الدولي، سويسرا.